بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وطبواتم من الجنة نزلا. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. يا رب مالي وللأغنياء، وأنت ربي ورب الناس ما أغناك. يا رب مالي وللأقوياء، وأنت ربي ورب الناس ما أقواك. يا رب مالي وأبواب الملوك، وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أتيت إلى كل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فما وجدت السعادة إلا في تقواك. سبحانك ربي، أنت الفرد الصمد، خلق الخلق وأحصاهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيها الأحباب الكرام، في هذه الليلة القرآنية العطرة والتي تقام تكريما للأم الراحلة، هيا بنا أيها الأحباب الكرام نعيش مع علم من أعلام جمهورية مصر العربية وسفير قراء محافظة الشرقية، والذي نشاهده دائما على الفضائيات، والذي أعجب به فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في يوميات قارئ مع بلبل وكروان محافظة الشرقية. نعيش مع مائدة الله في الأرض وحبل الله المتين، مع دستور الأمة، مع فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز ومدينة مليركم محافظة الشرقية. ندعو لقارئنا أن يتجلى عليه المولى بالفتوحات، وندعو له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.
يكرهن فإن الله من بعد إكراهن من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم خيرا وآتوهم من مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد
لهم من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا يحافظ عليك يا رب. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها الله نور السماوات والأرض. مثل نوره
كأنها كوكب الدري الزجاجة كأنها كوكب Yeah.
الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار Thank you.
جمعة كبيرة. طيب يا شيخ محمود. طيب تعليق. جمعة يا سيد جمعة. مفتوحة خلاص عم مصر بالراحة. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله كل شيء عليم. الله يفتح عليك يا ابو عم. الله يفتح عليك يا عم شيخ. ويضرب الله الأمثال للناس. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في بس يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة
سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجار رجال لا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو ولا يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال رجال لا تلهيهم تجارة تجارة ولا بيع عن ذكر الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من الله يرزق من يشاء بغير حساب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب
عشنا في رحاب تلاوة قرآنية والتي تلاها علينا القارئ الإذاعي المعروف والقارئ المتميز وسفير قراء محافظة شرقية ونجم يتلألأ في عالم التلاوة فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية. أخي الحبيب الأستاذ عبد الفتاح حسين والحاج محمد عبد الفتاح السويركي والحاج عبد العزيز حسين السويركي وجميع أسرة الفقيدة الراحلة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من وساهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعلها في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن شاكرا تواجد الأستاذ محمود أحمد إبراهيم والأستاذ وليد عرفة مؤسس منتديات مواقع القرآن الكريم لمشاهير قراء محافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية نقلنا إليكم هذه الليلة القرآنية من إحدى سردقات الحاج ثروت نافع بكفر الحديدي ولؤلؤة أضواء المدينة الحاج عبد المنعم سالم دي سنجها وكان معنا أيضا عبر أسير إذاعة مهندس حمادة سلام باسم بلوين وأيضا مهندس ناصر صلاح لتصوير الحفلات والمناسبات الدينية بزاف رزيق